المفتاة بتاعتنا من جمالها وحلاوتها بتتكلم عن نفسها، مش عايزة حد يتكلم عنها قد ايه فيها مطة رهيبة. العسل تقيل ولافف معانا بصراحة حكاية، انا هخليها تظبط معاك ولو اول مرة تعمليها، وكمان من غير القرطاس. اهم حاجة شوف الفيديو للنهاية عشان ما يضيعش منك اي تركاية كده ولا كده. انا هعمل المكونات دي 2 كيلو من العسل. العسل بتاعنا لازم يبقى تقيل مش العسل الخفيف ده. واظبطي معايا المكونات، يعني لو هتزودي في العسل زودي المكونات دي. انا معايا نص كوبايه من الدقيق زيها نص كوبايه من الزيت، معايا معلقتين من الحلبه العاديه بتاعتنا جدا العاديه اللي موجوده في اي بيت، انا غسلاها ومحمصاها شويه وطحنها، معايا معلقه من الكركم ومعايا معلقه من الشمر، معلقه من اليانسون، معلقه من الكراويه، ومعايا كمان كوبايه من السمسم وكوبايه من السوداني، وال2 كيلو عسل زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو. خلاص دي المكونات بتاعتنا، والشمر واليانسون والكراويه ده بديل للقرطاس. يا جماعه احنا هنحمص كل حاجه لوحدها والفيديو معايا بالتدريج واحده واحده من الالف للياء. هنحمص السوداني تحميصه بسيطه كده بحيث الرطوبه اللي بتبقى موجوده دي تختفي، وهنحمص كمان السمسم، وايدينا على النار فيه هنهدي النار بسيط جدا عشان ما يتحرقش مننا. في الوقت اللي هنحمص فيه السوداني انا هصفي كده او هنخل الحلبة اللي قلت لكم العادية بتاعتنا جدا اللي طحناها في البيت، معلقتين مش اكتر، وهضيفها على العسل. في الوقت ده اللي انا بعمله ده اسمه تخمير للعسل، اللي انا اضيف الحلبة على العسل اسمه تخمير للعسل، بنخمر العسل يعني بنزود من كثافته او بنخليه تقيل اكتر. هنركنه 3 4 دقايق عقبال بس ما نحمص الايه السمسم ونظبط الاداء زي ما قلت لكم. خلاص هركنه، هجيب السمسم بتاعنا اصفيه واحمص بديل القرطاس الطبيعي اللي عاملينه في البيت، اللي هي معلقه من الشمر، تاني معلقه من الشمر، معلقه من اليانسون، معلقه من الكراويه، التلاتة دول مع بعض هنحمصوهم في طاسه، وبعد كده هضربهم في الكبه وهصفيهم بالمصفى السلك بتاعتنا، واضيف عليها معلقه صغننه من الكركم. ده بديل للقرطاس اللي الناس بتسأل عليه مش بنلاقيه عند العطار وبنحتار عليه، وده طبيعي في البيت يعني مش عايزه اقول لكم قد ايه هيبقى طعمها حكايه. وكمان معلقه الكركم دي هتخلي اللون في حته تانية خالص. في الوقت ده هنجيب حله، وتكون حله يا ريت تيفال او سيراميك، المهم مش الومنيا، حله مش الومنيا يا جماعه، وحله غويطه علشان العسل هيفور مننا. نحط فيه الزيت وهنحط فيه كمان الدقيق اللي هي نص كوباية ونص كوباية، وعلى النار وهنبتدي نقلب. في الوقت ده لو عندك مستكة حطي حبيتين ثلاثة، ما عندكيش خلاص، يعني المستكة دي الناس كان بيحطها زمان كده بتجيب الريحة كده من على آخر الشارع، ولكن لو مش حابة مفيش أي مشكلة يعني دي اختياري. تمام، هنقلب كده لحد اللون الأصفر ده ما يفتح معانا زي ما انت شايفة الحلوة دي. بعد كده هنحط الكوباية من السوداني وكوباية من السمسم، هنحطهم مع بعض وهنبتدي نقلب برضو 3 4 دقايق. النار عندنا هادية جدا وايدينا فيها ما بنسيبهاش، دي لو سبناها ثواني هتتحرق. تمام، زي ما انت شايفة هتبتدي بقى ان انت تحطيها واحدة واحدة وتقلبي ايدك فيها على النار، واول ما تحسي اني اخدت اللون والقرمشة اللي انت عايزاها يعني برضو 3 4 دقايق مش هنزود، هنضيف بديل القرطاس بتاعنا. وانا معاكم مش هسرع الفيديو خالص، انا معاكم بالراحه واحده واحده، وهحسب لكم قد ايه قعدت معايا على النار. الوقت ده اللون معايا ظبط وانا حسيت بالقرمشه بتاعتها وحبيتها كده. تمام، انا بحبها بتبقى زي ما انت شايفه كده اللون مغمق شويه، ولكن انا بحب اللون ده، ما بحبش تبقى مستطريه يعني تبقى لا تبقى حلوه كده. هنضيف وهنقل، مش هنزود بقى اي حاجه غير اللي انا قلتها دي. بعد كده هيكون العسل عندنا اختمر، احنا كنا مخمرينه زي ما قلت لكم، اختمر يعني زادت من حجمه او تقل بمعنى اصح. هنضيفه على المكسرات اللي عندنا دي، شايفين العسل، شايفين قد ايه بقى تقيل. لو كملتي معايا الفيديو لحد دلوقتي فانتي اعرفي ان انا بحبك في الله، ولايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجاتي اللي بنزلها، وان شاء الله حاجات اقتصاديه ما فيهاش اي مكونات يعني صعبه او اي حاجه. هنضيف بقى العسل واحدة واحدة بالتدريج، وايدينا برضو فيه تقليب مستمر. انا هنا هوقف طبعا الفيديو لاني هتاخد مني اقل ما فيها 8 دقايق، وهحسب لكم بالظبط اخدت مني قد ايه. هتبتدي طبعا تقلبي، اوعي تسيبي ايديكي خالص، وزي ما قلت لكم حله وتكون غويطه علشان هيفور مننا العسل زي ما انت شايفه. يعني انت لو حطاها في الفوران بتاع العسل ده، لو حطاها في كاسرولة او في طاسه اعرفي ان هتضيع منك خلاص، هتنزل على البوتاجاز وراحت منك الليله على كده. انا وقفت الفيديو وفضلت اقلب فيها، اخدت معايا بالظبط من 5 دقايق ل 8 دقايق،
يعني خليكي واقفه جنبها وقلبي، هتتقل معاكي وكل حاجه. ولما تاخد منك الثمان دقايق دول طفي عليها النار وضيفي عليها عصرة نص ليمونة. ولو هتعملي كمية يعني 5 كيلو أو حاجة مكسب وتجارة وكده ومشروع ليك يعني، فأنتي ضيفي ملح ليمون، نص معلقة ملح ليمون عشان ما تسكرش منك. أنا هنا الكمية زي ما قلت لكم 2 كيلو، فهتخلص بسرعة يعني، مش محتاجة خزين أو مش محتاجة إن هي هتقعد معايا فترة طويلة. فبالتالي حطيت عصرة نص ليمونة وسبتها بقى لما هديت خالص من النار كده وبقت هادية يعني باردة وكل حاجة. بعد كده هبتدي ان انا افضيها في البراطيم عندي. شايفين تقل، شايفين الجمال، شايفين العظمة، شايفين اللون عامل ازاي، المطة اللي فيها رهيبة وبعدين تقيلة كده. لو عملتها سندوتشات للاولاد بينزلش كده العسل منها على الارض، لا خالص تقيلة وجميلة. ويا رب ربنا يحسن ما بين ايديكم. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل اللي انا بنزله.